هو الستار اللي ورا دي هتبين الحاجة، هتبين الشاشة كده. طب ممكن تقفلها؟ انا قفلتها. شوفوا عين. طب احنا قبل البريك، قبل البريك كان قابلنا مشكلتين. مش كلها فاكرين؟ كلها مش هتشوفوا. افتحها في اللعبة. افتحها في اللعبة. افتحوها في اللعبة. افتحوها في اللعبة. قبل البريك كان قابلنا مشكلتين. المشكلة الأولانية الموضوع بتاع فروم بادي. والمشكلة الثانية لما جينا نبوت باستخدام الانتيتي فريم ورك، صح؟ تعالوا نحل المشكلة الأولانية. أنا هنا عامل إيه دلوقتي؟ عامل بوست ريكويست أهي، صح؟ عامل فانكشن بوست بتاخد النيم قايله فروم بادي وبتاخد امبلوي فروم يو ار اي، التو كيس في واحدة أهي، ماشي؟ طيب فأنا إيه؟ تعالوا نران بس كده عشان نتأكد إن هي شغالة. وهاجي هنا أقول له إيه؟ أنا عاوز أجيب الامبلويز، صح؟ تعالوا نجيب واحد منهم بس. انا جبت كده ايه؟ وان امبلوي. ادي الجيسون بتاعه، صح؟ مش محتاج حتى جيسون. انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ عاوز اعمل بوست. فانا هقول له طيب انا عاوز ابوست. وبعدين باخد منك تو بارامتر، واحد اسمه نيم ده سترينج هاخده فروم بادي، وهاخد الامبلوي فروم يو ار اي. فانا لازم اديله فوق الفاليوز بتاعت الايه؟ بتاعت البروبرتيز بتاع امبلوي. فانا هقول له اي دي ايكوال 10 مثلا، كوم نيم اسف اند نيم ايكوال تيست اند ايج ايكوال 100. خلاص كده اكسكيوت. عمل ايه؟ ضرب اكسبشن. ليه هو ضرب الاكسبشن ده؟ من السيرفر 500 ده من السيرفر. ليه؟ عشان انا بتشيك بالنيم على حاجه وهو جاله النيم فاضي فرجع له اوبجكت بنادي. يعني لو بصيتوا هنا تعالوا حتى ايه نتباج احسن. خلي بالكم الايرورز بتاعت اتش تي تي بي 500 سيرفر ايرور، يعني هو راح. 400 كلاينت ايرور، يعني انت غالبا كاتب اليو ار ال غلط او عامل حاجه غلط في اليو ار ال، ماشي؟ ال 200 طبعا ايه؟ سكسس، بس ايه على حسب ال 100 دي انفورميشن، ال 300 ريدايركت. خلاص؟ طيب تعالوا نكسكيوت تاني، كومبوزر اكسكيوت. دخل اهو صح؟ الامبلوي مليان بالداتا بس النيم جاي نل. فلما جه سيلكت الامبلوي رجع له نل، جيت قلت له بقى النل بقى دوت ايدج حط فيه الايدج بكذا، قام دخل قام ضرب ايه؟ اكسبشن. طيب يبقى انا لازم ابعت له النيم. انا قايل له النيم فروم بادي، صح؟ ازاي اقول له نيم؟ ازاي اقول له نيم هنا؟ فانا هقول له مثلا حسن اكسكيوت. ما فهموش ده اللي حصل قبل المحاضره. ليه بقى؟ علشان ده سترنج محتاج تيجي بس تحط له هنا ايه؟ دبل كوت. دي مشكله الاولانيه. لو كان انتجر كنت هتبعت الرقم على طول. انا عاده ما استخدمتش موضوع فروم بادي غير مع انتجر، فعشان كده ما قابلنيش موضوع دبل كوت قبل كده. واضحه؟ واضحه؟ دي المشكله الاولانيه. المشكله الثانيه بقى الايه؟ خلي بالكوا احنا هنا عاكسين عاكسين السيناريو الديفولت خالص بتاع الويب اي بي اي. يعني بريمتيف داتا تايب اللي هو الديفولت بيجي من يو ار ال جبته من البادي، الكومبلكس تايب اللي المفروض يجي من البادي جبته من اليو ار ال عادي خالص. طيب تعالوا نكمل. البوت بتاع الانتيتي فريم ورك فاكرين كان فيها مشكله، صح؟ اما جينا نبوت ما اشتغلتش صح. طيب تعالوا ايه نحاول نشغلها تاني. فانا هاجي اقول له ايه؟ توبيك. انا اكشلي عملت ايه بس قبل البريك؟ انا هشتغل جيسون مش هشتغل اكس ام ال. احنا ينفع هي ليها مليون الف حل. المشكله اللي قابلتنا دي ليها مليون الف حل. هو المشكله كانت في ايه؟ ان الاوبجكت اللي بيتبعت مش هو اللي المفروض مستنيه. ليه؟ علشان على حسب السيريلايزيشن. انا مثلا لما كنت بسيريلايز كنت بسيريلايز ايه؟ قلت له اجنور. هو عرف بالجيسون عرف يسيريلايز الايه؟ الكورسز. فاداني ليست اوف كورسز جوه كل توبيك. فمنتظر مني الاوبجكت يبقى فيه ليست اوف كورسز حتى لو فاضيه. انا بقى جيت قلت له اصلا ايه؟ رحت في التوبيك وحطيت اتريبيوت فوق الكورس قلت له جيسون اجنور. ده ايه؟ ده كده لو انا شغال جيسون سيريلايزر الجيسون سيريلايزر مش هيسيريلايز دي. زي مين؟ اكس ام ال اجنور. فاكرينها؟ لو شغال اكس ام ال سيريلايزر الاكس ام ال سيريلايزر ايه مش هيشوف دي. ينفع اكيد تحط كذا اتريبيوت يعني. المهم انا كده خلاص ايه بقى الاوبجكت ما فيهوش غير اي دي ونيم اصلا. يعني تعالوا نجرب كده. لو انا جيت قلت له دلوقتي توبكس على واحد وقلت له جيت.
رجع ايه؟ ادي الجيسون صح؟ فجيت قلت له كومبوزر بقى انا المره دي عاوز اعمل ايه؟ عاوز ابوست ولا بوت احنا اني فانكشن؟ بوت. جيت هنا قمت عامل ايه؟ حاطط له الاوبجكت صح؟ طيب هل هنا محتاج مني حاجه؟ لا محتاج لا مفيش حاجه. طيب هنا بقى هقول له مثلا ايه؟ بروجرامنج اي حاجه. بس اهم حاجه الكونتين تايب دلوقتي ايه؟ بقى ابلكيشن على جيسون صح؟ اكسكيوت. عمل ايه؟ بعت التوبيك. تعالوا نكمل. خلص جيت هنا قام قايل ايه؟ كرييتد صح ولا مش صح؟ لو جيت في الرو هلاقي كمان ده اليو ار ال بتاع مين؟ بتاع التوبيك اللي اتكريت اهو صح؟ هو ليه ما بعتش ما غيرش النيم؟ التوبيك ايه؟ اه هو بيجيب كده كده التوبيك ال 12 اصل انا ما بعتش انا الاي دي الجديد. فاهمين؟ طب تعالوا نجيبهم كلهم وخلاص. ادي اخر واحد اهو 14. يبقى جيت باي بيتجيت في اف اه احنا اصلا فاكرين جيت باي مخلينا اجيب فيرست اصلا ماشي. بس الكود اللي رجع كام بقى؟ 201 كرييتد اهو صح؟ طب لو انا جيت هنا في الكمبوزر مثلا وما بعتش حاجه خالص هنا قلت له اكسكيوت ماشي المفروض يخش فين؟ في الالس. فقام حاطط ستيتس كود ايه؟ نو كونتنت. بس ده غلط يعني انا نو كونتنت دي كان اختيار خاطئ بصراحه. ليه بقى؟ نو كونتنت هترجع 200 بس 204 هي دي مش 200 اصلا صح؟ ممكن يعني ممكن ابقى انا عاوز اهندلها 200 بس هي ممكن اقول له ايه؟ لا ده كلاينت ايرور مثلا صح؟ في باد ريكوست. فانا كنت ممكن اجي اقول له هنا ايه؟ باد ايه؟ ريكوست ماشي. باد ريكوست دي هتلاقيها 400 يبقى ايرور عند الكلاينت. فلو انا جيت دلوقتي اقول له اكسكيوت رجعت لي ايه؟ باد ريكوست. واضحه؟ دول المشكلتين اللي كانوا قالوا لنا بريك في اي هم ما كانوش مشكلتين يعني هو الموضوع ايه؟ حاجات بسيطه يعني مش حاجه في الكونسبت نفسه. حد عنده اي مشاكل في المودل بايندنج؟ الام في سي المودل بايندنج بتاعه مختلف شويه عن الويب اي بي اي بس هو قريب ككونسبت. حته ان الداتا تيجي فجاه تلاقيها بقت في الاوبجكت انت ما عملتش اي حاجه. وعلى فكره دي ميزه رهيبه في الويب اي بي اي يعني اصلا خطوه انك تريتريف الداتا دي كانت كود بيتكتب كتير. يعني لو انا عندي مثلا اوبجكت زي الامبلوي ده وباجيته من الكويري سترينج وفي مليون الف بارامتر تخيل انت بقى كنت هتقعد ريسبونس دوت كويري سترينج اوف الاي دي ريسبونس دوت كويري سترينج اوف شوف كام سطر كود وتتشيك على كل واحد فيهم لو بنل ولا مش بنل صح؟ انت دلوقتي بقيت تيجي تعمل ايه؟ ولا اي حاجه. انت هتيجي كده مثلا يعني تعالوا نرجع للامبلوي تاني مثلا اخرك تيجي هنا تقوم قايل لي ايه؟ اف موديل ستيت دوت از فاليد. لو فاليد يا عم اعمل الكلام ده else return null. طبعا اللي انا بكتبه ده ما ينفعش تكتبه بس ايه عشان ديمو بس إيه. ماشي انا كده عملت ايه مفاليديت وكنت قايل ان الايدج بايه ب 50 صح؟ طيب خلي بالكوا طبعا انا المفروض ارجع ايه هنا ارجع مسج صح ولا لا؟ مش بس null وخلاص كده يعني. طب تعالوا نجرب نرجع تاني لايه للبوست اللي احنا كنا عاملينها من شويه. فانا هقول له امبلوي دي كانت ايه اصلا بوست واقول له اي دي ايكوال اند نيم ايكوال اند ايج ايكوال ماشي كده. وهنا نقول له كام اي حاجه صح حصل اكسكيوت. عمل ايه؟ هو رجع 200 صح؟ بس مفيش كونتنت نال صح ولا مش صح؟ انما لو جيت هنا قلت له احنا الرينج بتاعنا ايه يا جماعه؟ فين من 10 ل 50 فانا هاجي هنا اقوم قايل له ايه؟ 15 اكسكيوت 200 وادي الامبلوي اللي ادي ده
صح ولا مش صح؟ انا المفروض بقى ارجع له مسج بقى ريسبونس اقول له فيها الستاتس كود بكذا والستاتس كود هناك صح، واظبط كده حنت في الحاجه كده اخليه شكلها ايه شيك يعني، صح ولا مش صح؟ حد عنده اي مشاكل؟ طيب تعالوا نرجع لايه، للكونسيومنج بقى. انا الكونسيومنج ده مش هكتب فيه كود، انتوا هتعيشوا فيه. انا اقول اللي موجود مش هعمل عليه ديمو يعني، هو الموضوع مش ايه مش صعب يعني. الكلاس اللي هنا احنا بنكونسيوم هنا ازاي يا جماعه؟ هم عاملين كلاس كده للكلاينت لو عاوز يكونسيوم. اكشلي الكونسيومنج بتاع الويب اي بي اي اللي المفروض الناس بعد كده تشتغله هيبقى ايه؟ هيبقى اجكس، يعني هتبقى جافا سكريبت. فانا ينفع كونسيوم الويب اي بي اي بالسي شارب او بالجافا سكريبت. طب انا ازاي اكونسيوم سي شارب؟ لان احنا لسه ما خدناش ازاي نكونسيوم بالجافا سكريبت. اول حاجه بتكريت اوبجكت من حاجه اسمها اتش تي تي بي كلاينت، ماشي؟ اتش تي تي بي كلاينت ده هتلاقي جواه انت معاك اوبجكت منه بروبرتي اسمها بيز ادرس، تدي له كل اليو ار ال لغايه السيرفيس لحد الحته بتاعت الكنترولر، ماشي؟ بعد كده هتقوم ايه مستخدم الكلاينت ده وتقول له جيت، وتقول له الحته بقى بتاعت الكنترولر، ولو عاوز تبعت مثلا اي دي. فانا كنت عاوز اجيب الام بي بي الاولاني دوت ريزلت، دي هترجع لي اوبجكت من تايب اتش تي تي بي ريسبونس مسج. عاوز حاجه تاني؟ اظن كده خلاص صح ولا مش صح؟ يعني انت لو معاك اتش تي تي بي ريسبونس مسج لو جيت قلت له دوت كونتنت بقى معاك الكونتنت، لو عاوز تتكلم مع هيدر معاك كل الهيدرز، صح ولا مش صح؟ بس كده خلاص الموضوع انتهى. هل الكونسيومنج فيه اي مشكله؟ مش صعب خالص يعني. هو اتش انت اتش تي تي بي كلاينت، فالكونسيومنج هنا رائع ومديك هو اوبشن بقى لو انت عاوز ايه. مثلا انت معاك الريسبونس اهو، ماشي؟ ريسبونس دوت از سكسس ستيت كول، عاوز تشيك اصلا ان الريسبونس رجع، ففيها شويه بروبرتي بس لو انت عاوز ايه حابب تتفرج عليهم يعني، ماشي؟ بس انت لو جيت قلت له دوت كونتنت هتلاقي جواها ايه؟ فانكشن اسمها ريد از، فتقول له ايه؟ تكستو الامبلوي بس. ساعتها انت كده رجع لك اوبجكت من امبلوي. اعمل بقى اللي انت عاوزه. يعني انا من الاتش تي تي بي ريسبونس مسج جبت الكونتنت. الكونتنت بقى ده اصلا فيه فانكشنز. فانكشنز بتعمل ايه يا جماعه؟ بتقول هي جينيريك. تديها الاوبجكت فترجع لك ايه اوبجكت منه او ليست منه على حسب. يعني انت لو كتبت هنا ليست اوف امبلويز كان هيرجع لك ليست اوف امبلويز لو هي بترجع ايه ليست. بس انا كنت مسلكت ايه واحد، فمرجع لي واحد، انا مستني واحد اصلا، صح ولا مش صح؟ واضحه؟ ماشي. حد عنده اي مشاكل في الكلاينت؟ طيب هو بصوا خلي بالكم هي اسمها جيت اسينك. انتوا عارفين اسينك بتعمل ايه؟ وينفع تخليه يقف يستنى. يعني الفانكشنز اللي بتبقى اسينك دي فيها اوبشن زياده، ان انت ينفع تقول له استنى لغايه ما الداتا تيجي، او ينفع تقول له طب عدي كمل انت مالكش دعوه والداتا هتبقى تيجي. مش بس كده، كمان انت ينفع تعملها زي الكول باك بتاع الجافا سكريبت. يعني انت ينفع تيجي بعدها تقول له دوت كونتينيو اعمل كذا. ده معناه ايه؟ لو الداتا رجعت خش هنا. مش في الجافا سكريبت حاجه اسمها كول باك؟ عارفين الكول باك في جافا سكريبت؟ يبقى تشوفوه في الاجكس. يبقى هي مش هينفع نتكلم عنها دلوقتي. هي الكول باك هيبقى موجود اكتر في الاجكس وفي جي كويري يعني. ماشي. هو الكول باك ده ايه؟ انت بيبقى معاك تو فانكشن كده، اون سكسس اعمل ايه؟ اون فيلد اعمل ايه؟ ماشي؟ شفتوه قبل كده؟ اه. طب الكول باك ده من الحاجات المهمه، اكتبوه عندكم وراجعوه تاني. ما دام انتوا خدتوها اصلا يعني. على الكول باك؟ انا بحسب خدتوها في الجافا سكريبت. لا ما دام ما خدتوهاش هتاخدوها في الاجكس، يبقى هتاخدوها في الاجكس. ما هتاخدوها في الاجكس بقول لكم ما تقلقش. طيب ايه الحاجات، ايه الويب سايتس اللي ليها بابليك اي بي ايز ينفع انا اتعامل معاها؟ تويتر بقى وفيسبوك وفليكر وامازون. اظن انتوا اتعاملتوا مع حاجه زي دي في الانترنت ماركتنج فيسبوك، بس ما كنتوش لسه خدتوا الاي بي اي. هو الفيسبوك عامل شويه اي بي ايز مكسبوزها لايه؟ للناس تستخدمها زي ما هي عايزه. طيب اخيرا بقى لو انت اصلا دي شويه بس ايه يعني ريكومنديشن سامري على اللي احنا قلناه. اول حاجه بيقول لك ايه؟ لو انت الويب سيرفيس اللي انت محتاجها عاوزها بس اتش تي تي بي، ما تفكرش اصلا في السوق، روح على طول ايه؟ اي بي اي، ماشي؟ طيب الويب اي بي اي اكبر ميزه فيها ان انت مش محتاج الكونفجريشن اللي كانت بتحصل في الدبليو سي اف حتى لو كان ريست. كمان الويب اي بي اي مش محتاجه اي داتا كونتراكت، ماشي؟ ولا اوبريشن كونتراكت، كل فانكشن عارفه وظيفتها. بلس كده كمان شويه الكلاسز او اسف الاتريبيوت اللي كنا بنستخدمها في ريستفول سيرفيس مش محتاجه، اللي هي ويب جيت ويب انفوك التمبلت يو ار ال، مش محتاج الكلام ده خالص، صح ولا مش صح؟
طيب السيرفيس كريشن طبعا مور سيمبل عن الويب بي اي عن الدبليو سي اف بكتير طبعا. الدبليو سي اف مش هو هنا اظن بيتكلم عن موضوع ايه ان انت الدبليو سي اف ينفع تتكلم معاها باي ترانسبورتيشن بروتوكول واير بروتوكول يعني زي تي سي بي زي اليو دي بي زي الاتش تي تي بي زي النيم موبايل شويه الحاجات دي. انما انت في الايه في الويب بي اي انت مالكش اي حاجه مالكش اي تعامل غير مع مين مع اللي احنا عارفينه اللي هو الايه الاتش تي تي. اخر حاجه الويب بي اي زي ايه لايت ويب اركتكتشر هي مقصود بيها انها ايه حاجه مش رخمه يعني انت كده كده لما تيجي لو احنا عاوزين نعمل دلوقتي ويب بي اي يا جماعه كليك يمين كرييت كنترولر خلاص بقى معاك ويب بي اي. طب تعالوا نشوف اخر حاجه قبل ما نبدا في اللاب. لو انا جيت وقفت على الكنترولر ده وقلت له اد كنترولر هلاقي في اوبشن اسمه ايه ويب اي بي اي 2 كنترولر ويز اكشن يوزنج انتيتي فريم ورك. فانا قلت له اد فمالي اسم الكنترولر ايه فقلت له كورسز ماشي فقام قايل لي ايه هو الموديل كلاس بتاعه ايه وطلع لي كل الكلاسز اللي موجوده فانا قلت له ايه كورس فمالي طب الداتا كونتكست بتاعه ايه فقلت له اي تي اي انتيتي اد هياخد وقت شويه عشان يكتب كتير بس. خلاص كده خلص. فانا جيت ارن لا ما هيبان. لو انا جيت دلوقتي قلت له ايه كورسز عمل ايه ماشي هو طبعا جايب التوبيك بس بدايه الكورس يعني الكورس بقى اي دي اهو الكورس نيم اهو. لو انت جيت قلت له مثلا هنا ايه عمل ايه جاب الكورس رقم. حد عنده اي اسئله؟ طيب ماشي تعالوا نبص كده بسرعه في الكود المكتوب. هو عمل ايه؟ عمل ممبر فاريبل برايفت الانتيتي ماشي وبعدين عمل ايه يا جماعه؟ جيت كورسز. هو سماها جيت كورسز هو بيسميها دايما باسم الفيرب بلس الكلمه واشتغلت عادي اهي اوت اوف ذا بوكس صح ولا مش صح؟ طيب بعد كده ها؟ بعد كده ايه يا جماعه؟ جيت كورس ينفع ترجع حاجه من تايب اي اتش تي تي بي اكشن ريزلت بس تيجي تقول له فوق ريسبونس تايب هيبقى كورس ماشي. بس دي ميزتها ايه غالبا انه بيتعامل على طول مع الفيربس يعني ده الفيرب هو صح وفي الاخر هو هينجكت جواه الايه الكورس. طيب عمل ايه هو بقى وترياتك وكاتشاتك بقى وحاطط شويه ايه عشان خايف من شويه ايرور تحصل مثلا وعمال ايه بيرجع ستاتس كود. هو ايه دايما هتلاقيه بيرجع اي اتش تي تي بي اكشن ريزلت ده عشان يتعامل على طول مع الكود مع الستاتس يعني قصدي ماشي. عمل بقى الامبلمنتيشن بتاع كل ايه يا جماعه ومديك ديمو هنا ازاي تكلمه ماشي وكمان امبلمنت اي ديسبوزبل عشان لو عاوز يديسبوز ايه الكنترولر ودايما بيعمل هو فانكشن اسمها كورس اكزيست عشان لو عاوز تشيك ايه انه موجود ولا لا يعني. بس هو بيعملها برايفت عشان يتعامل بيها جوه في الانسيرت والابديت والكلام ده. خلي بالكوا ان ده مش بالاركتكتشر اللي احنا بنشتغل بيه مثلا يعني هو ما يقدرش امبلمنتها بالريبوزيتوري هو مضطر يعمل هنا ايه ممبر فاريبل من الكونتكست. هنرجع نقع في مشكله ثانيه فايه الموضوع مش كده يعني ماشي انتوا حرين بقى. حد عنده اي اسئله؟